ازيك يا كابتننا؟ ازيك يا اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله ماشي كله تمام؟ ماشي كله الدنيا كويس كويسه ماشي. كويسة الحر بس حر. ايوه هنعمل حر ايه في جامد الحر قوي. ده؟ مش عارف مش عارفين نلعب مش عارفين نلعب وبعدين مش عارفين ننام كمان. يعني الكهرباء برضو بتقطع كده في اوقات بايخه شويه، قلت شويه فقلت الحمد لله دلوقتي الاول ابتدت يعني. يعني ابتدت. لكن الامور البقيه في بقيه الحياه الامور فيها كويسه. لا لا مش لا ما انا بتلعبش بالنسبه كره؟ لا انا عشان تعرف المشاكل اللي عندي دلوقتي بقى بنلعب كلنا قيد بقى ونحضر المسابقه. انت عارف قيد بدا عندنا في الاتحاد هيخلص الشباب والناشئين والدرجه وكله الاولى. طبعا الدرجه الاولى القائمه الاولى تخلص يوم 5 خمسة تمانية 5/8 اوف وبعد كده نبتدي بقى ده شباب وناشئين القائمه الثانيه كله كله. تيجي بقى القائمه الثانيه مش تخش. هتتأجل لا خمسة لا لا الخمسه اصل القائمه الاولى بتبقى سهله لان كل الانديه عارفه القائمه الاولى بتاعتها بتوع السنه اللي فاتت الاساسيين. طيب قبل بس ما نخوض في حديثنا خلينا نروح لرئيس لجنه عضو مجلس الاداره ورئيس لجنه العضويه في النادي الاهلي طارق بيه قنديل. ازيك يا فندم؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا طارق بيه؟ اخبار حضرتك ايه؟ وتحياتي الكابتن محمد حشيش لحضرتك. ازي كابتن محمد؟ اهلا استاذ طارق ازيك؟ الله يكرمك منور القناه. يعني انا ربنا عرفت يخليك. ان حضرتك موجود في مقر النادي الاهلي او كالعاده يعني انت دايما موجود الحقيقه، وعندك برضو يعني عدد كبير من العضويات موجود خلال هذه الفترة. أنا غششت الناس وقلت لهم يا جماعة قبل 1/9 حاولوا تبقوا موجودين في عائلة الأهلي، فيعني أنا مش هعمل أكتر من كده طارق بيه يعني. لا طبعا مجهود طيب من حضرتك بخير. لا لا مش قصدي، أنا قصدي يعني إن أنا يعني المفروض الحاجات دي ما تتقالش غير من خلالكم، لكن يعني أنا بقول إن إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يعني انا عايز اهون على الناس شويه اللي هيحصل بعد كده ان شاء الله يعني. والله يعني في ضغط جامد جدا على النادي خصوصا فلا حاجه بيكلمني وانا لسه بطلع من فرع التجمع لان مجموعه عضوات كتيره ومستويات كتيره ومراجعتها وكان النهارده برضه في حاجه جميله. النهارده عملنا اول عن طريق الكونفرنس يعني مع عدد كبير من الاعضاء لان كان اول مره نعلن على ندعم مهرة فيديو كونفرنس. فقدموا عن طريق اونلاين رغيف الادويه، كان في جزء منهم كبير من خارج مصر من بلاد كثيره يعني بلاد اوروبيه والدول العربيه، فكانت بدايه جميله جدا لموضوع الكونفرنس فيديو كونفرنس كلجنه عضويه. كان في اشتراك مع الاداره التنفيذيه النهارده بالفترة الدكتور سعد شلبي واداره الاشتراكات، فكانت حاجه هايله قوي النهارده واقبال كويس جدا، وفي نفس الوقت حريصين ان احنا برضو يعني راغب الادويه من اول 7 الادويه في التجمع الكامل الشيخ زايد بقت ب 400,000 بدل 285,000 في كل فرع يعني. في دخله فيها طريق توكيل المضاف. هو التجمع بكام دلوقتي يا طارق بيه؟ هو من اول 7 المفروض ب 400,000 والشيخ زايد 400,000، فاحنا في مد الرسائل مع حضرتك تفضلت لغايه 31/8 بالفعل القديم اللي هو 285,000 في كل فرع. يعني مقر النادي الاهلي في التجمع الخامس سعره 285,000 جنيه حتى يوم 31/8 بالظبط صح كده؟ نفس الحكايه فرع الشيخ زايد نفس الموضوع بالمقر النادي الاهلي في الشيخ زايد. هيبقى كل مقر كل فرع فيهم هيبقى الادويه بتاعته ب 400,000 بعد من يوم 1/9 هيبقى ب 400,000. اصل هو الصوت مش واضح قوي يا طارق بيه معلش، فانا عشان كده بقول ورا حضرتك. كده كويس يا فندم؟ اتفضل يا فندم. طبعا اقبال جامد جدا وخساره على الطائره الجديده يعني يعني زي ما حضرتك تفضلت بصراحه قبل كده الفرع معمول بكل التقنيات الحديثة حاجة مختلفة جدا يعني يعني بقى مزار النهارده ناس كتير قوي بيبقوا عايزين يتفرجوا على فرع التجمع الخامس أو فرع الخيرة الجديدة اللي هو عنوان مميز للفرع الحديث من فروع النادي الأهلي. طيب يا طارق بيه يعني خلال هذه الفترة و تيسيرا لوجود الناس او لوجود عائله الاهلي خلال الفتره القادمه، هل من الممكن ان يكون في عروض اخرى يتم الاعلان عنها؟ يعني لو تقدر تدينا حاجه كده. تسهيلات. عايز اقول حاجه يعني. تسهيلات. تسهيلات يعني. في اقبال جامد جدا على السداد الكاش كمان.
نعم. النهارده كان في جزء كبير كده وخلال في نفس الوقت التسهيلات احنا من فتره خلينا القسط من خلال النادي المسموح به بيبقى 50% والباقي على اربع سنين بالاضافه للفوائد. وبرضه للمجموعات يعني الحاجات اللي فيها مجموعات بيبقى ممكن 30% مقدم والباقي على خمس سنين بالفوائد. ايوه. او 25% في بعض الحالات برضه في بعض الجامعات كل ما بيكبر العدد والباقي على خمس سنين بالفوائد او ممكن تصل. ايوه. كلها حاجات طبعا يعني والمبلغ قياسا لانديه كتير جدا مبلغ يعتبر اقل من الامكانيات الموجوده والحاجات الادوات الموجوده جوه النادي. النقابات لها حاجات حديثه جدا وفي نفس الوقت باشتراك ما زال يعني يعتبر معقول جدا. لا الحقيقه انا بشوفه رقم رائع الحقيقه 285,000 يعني حتى على التجمع الخامس حاجه يعني لان المقر نفسه يعني حضرتك اعلنته كمجلس اداره من خلال كابتن خطيب التفاصيل انه مليار ونصف مليار جنيه الحقيقه فلا يعني حاجه كبيره جدا وحاجه قويه جدا جدا جدا. كان الكابتن حشيش برضه بيتمتع بالقيسه اللي بيشترك في الفرع سواء التجمع او ازاي ان هو ليه حق خلال اربع سنوات من تاريخ اشتراكه ان هو يعمل يعلق عضويته يخليها عضويه عامله في النادي كل فروع النادي بنفس سعر العضويه الحالي اللي هو 855,000 اللي هيزيد يعني اللي بيتمتع بالميزه دي لمده اربع سنوات بنفس الرقم يعني بنفس الرقم اللي العضويه العامله دلوقتي اللي هي العضويه العضويه الرئيسيه اللي هو الجزيره يعني او العضويه الرئيسيه لكل المقرات. مجازا دايما بنسميها الجزيره هي النادي كله يعني مقره كجزيره وكل فروع. طيب كابتن حشيش كان بيسال حضرتك عن النقابات، هل النقابات ليها اي ميزه؟ هو زي ما حضرتك بوضح المجمعه اللي داخله فيها النقابات هي العضويه المجمعه العضويه المجمعه داخل فيها النقابات مظبوط؟ مع كل التسهيلات اللي بتقدمها حاليا يعني في نفس الوقت ممكن ما بيكونش عروض مع النقابه لكن الوظيفه نفسها بمنتحر في النقابه بيفصل عن النادي. الحقيقه طارق بيه يعني مجهود رائع جدا ولكل من لم يذهب الى مقر النادي الاهلي في التجمع الخامس عليه ان يذهب ليرى شيء رائع وشيء جميل والحقيقه مقر على اعلى 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 مستوى زيه زي بقيه المقرات اللي موجوده ولكن احنا بنتكلم على اخر مقر تم افتتاحه ومجهود كبير جدا جدا من حضرتك ومن كل اعضاء مجلس الاداره الحقيقه وبرئاسه الكابتن محمود الخطيب. انا شخصيا كعضو عامل في النادي الاهلي انا بشكركم جدا يا طارق بيه على كل هذا المجهود اللي حضراتكم بتبذلوه. هو برضه عايز اوضح حضرتك اتفضل يا فندم الموجوده والامكانيات الموجوده في فرع التجمع الخامس ليها اكثر من سبب طبعا التطور الحديث اللي بيحصل في الامكانيات وفي التقنيات الموجوده فدايما الاحدث بيبقى بيتمتع بالحاجات دي زائد ان الحمد لله ربنا مجد بقى الكابتن محمود الخطيب انه هو المجلس اللي على مدار الدورتين هو اللي جاب الارض وهو في نفس الوقت اللي تولى عمليه اداره الانشاءات. ايوه. دي بحد ذاتها برضه بتدي نوع من الثقل في متابعه القصص انها تطلع بالمستوى الراقي اللي طالع بيه فرع التجمع. ان هو مجلس واحد كمل. صحيح. استاذ طارق احنا طبعا بنشكركم يعني كاهلاويه وكاعضاء عاملين في النادي الاهلي على الحاجات الكتيره بصراحه. خلال الفترة اللي فاتت اللي بتقدموها على مستوى بقى الأعضاء يعني بما فيها طبعا الفروع الجديدة والبلاج بتاع مارينا الحاجة الجميلة جدا اللي انتوا عملتوها وانا شخصيا رحت واستمتعت يعني بالقعدة هناك. بقول ان فرصة ذهبية للناس دلوقتي قبل ما السعر يغلى يبقى 400 دلوقتي 285 ده سعر يعني في الظروف اللي احنا فيها والغلا اللي بره ده لما يكون مبلغ زي ده اشتراك النادي الاهلي فرع التجمع اللي هو يعني تحفه. احنا طبعا رحنا اكتر من مره مع الكابتن خطيب وفي الافتتاح
حاجه يعني ممتازه فوق السوبر يعني. وطبعا الناس كلها عارفه ان الاسعار جوه الانديه كمأكولات ومشروبات وقعدة يعني ممكن واحد يقضي يوم كامل مش هيدفع اللي ممكن يدفعه في كافيه او مطعم مثلا بره يعني، مش هيدفع ربعه يعني. فدي حاجه يعني بشجع الناس انها تشترك قبل ما طبعا السعر يزيد. وانا عارف ان انتم مش ملاحقين طبعا يعني العضويات خلال الفتره اللي فاتت، وده مجهود هيجي عليك برضو جامد، انما كله يهون عشان خاطر النادي الاهلي يعني. وزي ما اتفضلت يا كابتن حشيش، طبعا حاجه من ابناء النادي الاهلي المميزين يعني، ان كل ده يعني بنعتبره احنا كمجلس اداره ان جمهور الاهلي واعضاء النادي الاهلي يستحقوا كثير واكثر واكثر. صحيح. تمام، انا بشكرك جدا يا طارق بيه على وجودك معانا، واسفين على ازعاجك يعني خلال هذه الفتره، انا عارف عندك مشاغل كتيره جدا، ولكن انا بشكرك جدا جدا على وجودك معانا. الاستاذ طارق قنديل، عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس لجنه العضويه في النادي الاهلي. والله فرصه اسلام، فرصه فعلا يعني. مش مجرد كلام، فرصه بالسعر ده انه يشترك في فرع زي التجمع، يعني حاجه جميله جدا جدا، مساحات كبيره، كافيهات، مطاعم، انشطه مختلفه، وفي مكان متميز. زي بقول لك انت لاي اسره تروح تقعد من الصبح لغايه بالليل، تنزل ميه الاولاد يلعبوا ويروحوا هنا ياكلوا يشربوا، كله باسعار طبعا. صحيح. يعني مدعمه طبعا من خلال النادي الاهلي، فدي فرصه كبيره جدا جدا، ومحدش يستنى، لان لو استنيت هتقول يعني يا ريتني يعني كنت لحقت يعني. يعني انا الناس دلوقتي بعت لي يقولوا لي يا كابتن ده احنا يعني، قلت لهم يا جماعه كلنا والله احنا بنحب النادي ده بكل الطرق. صحيح. وبكل حاجه، وعايزين وانا الحقيقه الجمهور يعني المفروض ان انا ما بقولش هذا كده، انا الجمهور يعني ليه ما روحوا واتبسطوا وشوفوا النادي بتاعكم واتبسطوا جوه النادي بتاعكم، ويظل دائما النادي الاهلي بكل مقراته وبكل وبجماهيره الحقيقه افضل حاجه بالنسبه لنا على الاقل. كابتن حشيش، خلينا نروح لمباراه المصري مباشره، مباراه مهمه، مباراه صعبه في ظل تواجد جهاز فني جديد، ولكن غياب بعض اللاعبين عن النادي المصري، وجود بعض اللاعبين الاخرين، يعني الموضوع الحقيقه مش عارفه اقيمه. هي مباراه، والمباراه طبعا كاس، ومباراه مهمه، مباراه بطوله برضو، فمش مباراه زي مباراه اللي هي التحصيل حاصل اللي كانت في نهايه الدوري. خلاص البطوله اتحسمت، فممكن تلعب يعني باي تشكيل يبقى موجود. لا، انت بتبقى مركز برضو، لان النادي الاهلي في دماغه ان شاء الله باذن الله يحصل على البطوله، فبرضو تركيز وعبء اضافي على الجهاز الفني وعبء على اللعيبه اللي هتبقى متواجده طبعا. واعتقد ان النادي الاهلي هيلعب فول تيم في المباراه دي، لان مباراه طبعا مباراه الكاس عموما صعبه. صحيح. يعني ملهاش مقياس زي مباراة الدوري. طبعا خروج المغلوب وبطولة بيسعى لها طبعا النادي الأهلي يكمل سلسلة البطولات اللي خدها مع فريق برضو له اسمه وله شعبيته. كان لسه في تجربة، المباراة اللي هي الأخيرة طبعا اللي هي آخر مباراة في الدوري اللي كانت المصري تعادل. فدي مباراة كاس، الدوافع مختلفة بالنسبة للفرقتين. الماتش اللي فات ماتش خلاص نهاية الموسم وتحصيل حاصل لازم يتلعب، إنما المباراة دي لها أهداف والناس عايزة تكمل للدور اللي بعده. المصري خسران، خلي بالك، كسب المصري خسران، فعايز برضو يصالح جمهوره. صحيح. وفي الأول وفي الآخر بيلعب مع النادي الأهلي، وزي بقول لك مباراة الكؤوس ملهاش مقياس، فلازم يبقى فيه طبعا نوع من أنواع التركيز بالنسبة للعيبة النادي الأهلي، كملوا الموسم اللي هو المميز اللي عملوه بالمباراة دي، وطلعوا طبعا للمباراة اللي بعد كده لما مش عارفين هتتلعب امتى طبعا بعد كده، او الدور اللي بعد كده هيتلعب امتى محدش عارف، فيبقوا خلصوا برضو من نهاية مشوار يعني. واعتقد المباراة هتبقى مباراة قوية طبعا. موضوع تقديم المباراة في الوقت ده برضو هيزيد العبء على اللعيبة سواء النادي الاهلي او المصري، لان برضو الساعة 6 دي بتبقى حر، معرفش هيلعبوا كام، 6 ولا 7 لسه لغاية دلوقتي، أكيد هتلعب 6 بقى، لأن فيه احتمالات يبقى فيه وقت إضافي أو حاجة زي كده، فممكن تتلعب برضو على الساعة 6 بدري شوية. فطبعا الجو أو الدنيا بتلاقي المغرب مثلا 8 وثلث، فأنت بتتكلم على 6 دي عز الشمس برضو محتاجة توزيع. ولا هنتكلم يعني، استنى نتكلم بقى في الفنيات بعد كده. أنت عايز تسأل في حاجة معينة؟
لا براحتك. يعني اقصد المباراه لها طابع خاص، وزي ما بقول لك من الناحيه الفنيه يعني. من الناحيه الفنيه طبعا توقيت بدري حر. ما انا سالت حضرتك قلت لك انه يعني عدد كبير، يعني جريندو مثلا كان من اللاعبين اللي بيعتمد عليهم النادي المصري. تمام. راح البنك الاهلي. هناك بعض اللاعبين الاخرين اللي راحوا النادي المصري، اعتقد من حقهم ان هم يلعبوا ولا لا؟ من حقهم. هو المفروض انه يكمل الموسم لان الموسم ما انتهاش. هو يعني التعاقد بيبقى يلعب معاهم؟ ممكن. لا. التعاقد بيبقى موسم، بانتهاء موسم كذا. الا اذا كان في العقد بقى حاجه تانية احنا ما نعرفش. بس انا شايف جريندو اعلن ان هو رايح البنك الاهلي خلاص. ما هو اعلن انه رايح، بس هل يلعب عادي؟ ممكن يلعب عادي. ما هو انت في مصر في حاجات كثيره غريبه بتحصل، يعني ما تعرفش. ممكن يقول لك لا اصل في عقده كذا. اصل لا، هي القصه مش بالعقد، هي بالموسم، انه لاعب موسم مثلا 22 23 او 23 24، فهو على حسب الظروف اللي ممكن تتفاجئ بيها. ايا كان طبعا الظروف، فهي طبعا ما فيش نادي بيقف على لعيب معين، بس لا طبعا في لعيبه بتبقى مؤثره، وجريندو طبعا من اللعيبه المؤثره. صحيح. طبعا في المصري زيه زي بعض اللعيبه الجلاسي، كم واحد طبعا من اللعيبه الكويسين. بقول لك صعوبه الماتش ده فيه هو الجو اللي هتلعب فيه المباراه، والرطوبه والحر، بتحتاج بقى يعني كونسبت مختلف بالنسبه للاجهزه الفنيه، ازاي يوزع الجهد، ازاي انت عارف مباراه الحر يا كابتن اسلام لازم ايه، الكره هي اللي تجري يعني مش تتحرك اكتر، مش اللعيبه يعني. فده طبعا هيبقى من ضمن تفكير مستر كولر، لان وارد ان يحصل يمتد المباراه، تمتد ماتش كاس مش 90 دقيقه وقت اضافي، لا ده ممكن تمتد، فلازم يبقى في توزيع للجهد، لازم يبقى في اللعيبه برضو المناسبه. انا ما بقتش عارف دلوقتي بيني وبينك، الناس ما بتلحقش تريح. يعني انا بستغرب اللعيبه اللي بتاخد مثلا 3 ايام، انت كل اللي بتعمله كانك مثلا بترش شوط ماء على وش واحد بس عشان تفوقه، انما مفيش راحه بمعنى راحه. بس اعتقد بعد نهايه اليوم الخميس اعتقد ان هو ده اللي احنا بنتكلم عليه بقى، تاخد لها اسبوعين مثلا يعني، ده حد ادنى يعني. زي ما انت كنت كلامك صحيح، ان على الاقل من 15 ل 25 يوم. صحيح. 3 اسابيع عشان اللعيب يبقى في راحه سلبيه خالص. ينزل الميه، ياكل، وزنه يزيد كمان، مطلوب ان وزنه يزيد، يريح تماما، والاهم من كده انه يشيل من دماغه الكره خالص وضغطها. ومفيش اكتر من لعيبه النادي الاهلي عليها ضغط. صحيح. في البطولات اللي فاتت وفي الماتشات اللي فاتت، ده حتى الماتشات اللي بعد البطولات ما تنتهي، زي المباراه الدوري محسوم من فتره كبيره، حتى الماتشات اللي بعد كده كان في ضغط، والناس مطالبه برضو انها تكسب وانها تادي، جمهور النادي الاهلي عايز نتيجه وعايز اداء وعايز اهداف. صحيح. فكل ده مطلوب خلال الفتره اللي جايه، لان الموسم اللي جاي مش هنقعد نعدد كم من البطولات والمسابقات اللي النادي الاهلي داخلها. فلازم اللعيبه تاخد يعني قسط وافر من الراحه، لان خلي بالك كابتن اسلام، بالذات اللعيبه اللي هي كبار في السن شويه، يعني ممكن يكون نسبه تحمله خلال الموسم اصعب من اللعيب الصغير. أيوة. اللعيب الصغير لسه. صحيح. عنده طاقه. صحيح. صحيح. انما اللعيبه يعني احنا في سنه من السنين لو تفتكر كابتن ربيع ياسين كان الراجل الاساسي منتخب مصر والنادي الاهلي على طول، جه في فتره اخيره بقى مش قادر يقف خلاص، لانه بيلعب وكانش عدد الماتشات كمان والبطولات. صح. زي الفتره اللي احنا فيها دلوقتي، المنتخب عنده بطولات كتير، النادي الاهلي ما شاء الله بطولات كتيره داخل فيها، فلازم اللعيبه على الاقل اللعيبه الكبار كمان لازم ياخدوا قسط كافي من الراحه عشان يقدر يكمل معاك المسيره. يعني. الكبار سنا طبعا. لازم، لان كل زي بقول لك السن ما بيكبر بيبقى نسبة تحمله أصعب. حلو. شوية. وبرضو موضوع الإصابات بتبقى يعني معرض للإصابات، سواء الشد العضلي أو التمزقات والحاجة، بتبقى أكتر من اللعيب اللي لسه صغير، لسه ناشئ، لسه قدامه مشوار طويل. فكل الكلام ده أكيد طبعا الجهاز الفني حطه في الحسبان، والمباراة اللي هي اللي جاية زي ما بقولك غير المباراة اللي فاتت، مباراة برضو النادي الأهلي مطالب إن هو يكسبها ويطلع للدور اللي بعده، فمحتاج توليفة أو محتاج طريقه معينه او فنيات معينه لازم اكيد الجهاز يقولها لهم. يعني اخر مباراه في الموسم، وبالتالي هي كده كده لازم نقول فيها اجهاد طبعا. كيف يستطيع ان يتغلب على هذه الحاله اللي هتبقى موجوده مليون في الميه؟ تمام. هو طبعا يعني الماتش ده بالتحديد زي بقول لك ماتش كاس، ومع فرقه كويسه ولها شعبيتها ولها اسمها، وماتش كاس خروج مغلوب، فيهمه طبعا انه ينهي الموسم بتاعه بمكسب وصعود للدور اللي بعده. صحيح. فبالتالي طبعا لازم هيلاعب العناصر الاساسيه.
فطالما هيلاعب العناصر الاساسيه اللي هي اوريدي مجهده وتعبانه، يبقى لازم يبقى في طريقه معينه للعب تحاول تقلل فيها بس شويه كميه الحركه وكميه الجري وكميه الالتحامات. اللعب السهل زي ما بنقول، اللعيبه ما تصعبش على نفسها، لان انت في المباريات اللي زي دي مع الاجهاد ومع الحر لو حبيت تصعب او تعمل الحاجات الصعبه شويه بيبقى فرصه للتعب اكتر او للاصابه اكتر او او او. فانت اللعيبه لازم تلعب الكور السهله، وانا شايف ان النادي الاهلي طريقته الاخيره ان هو الاستحواذ اللي بيعمله اللعيبه قريبه من بعض، ممكن هي الكره اللي تتحرك، يعني بلاش الحاجات بقى الطويله اللي فيها سبرنتات بطول الملعب والسبرنتات القويه دي اللي ممكن تزود العيب على اللعيبه. فاعتقد ان هو النادي الاهلي لازم كمان من الحاجات المهمه ان هو يحسم المباراه من البدايه. هدف مبكر ده كابتن اسلام بيخلص وبيريحك اكتر، بتبتدي صحيح. يعني تستهلك في الوقت وتبتدي تعمل الاستحواذ اللي ممكن يعني يعدي الوقت، ما تبقاش مضغوط، لان كل ما المباراه بتبقى متعلقه التنشانه بتفضل والضغط العصبي بيفضل لغايه اخر لحظه، انت ممكن لا قدر الله تحصل حاجه تبقى انت لا قدر الله خسرت. فانت الجون البدري ده اولا بيريحك قوي، بيعمل احباط عند الفرقه الثانيه، بتقدر انت تلعب كره وتستحوذ، تلعب من مكانك زي ما بنقول بلغه الكوره، ده ممكن يدي للعيبه الاريحيه ويشيل من عليها الضغط العصبي، ويدي فرصه كمان للجهاز الفني اللي موجود بره انه يغير اكبر كم من اللعيبه برضه عشان يريح الناس. يعني علي ماهر يعني من خلال متابعتك لفيوتشر بيلعب ازاي او هيلعب ازاي قدام النادي الاهلي؟ ما نفس يعني طبعا اكيد هو نفس التفكير. هو لسه طبعا هو طبعا شاف وقابل لعيبه نادي المصري، انما لسه برضه يعني ما يقدرش يديهم كل اللي هو عايزه، لان دي بتحتاج وقت عشان يحفظهم الطريقه ويحفظهم اللعب يعني. صحيح. انما هو لو هنتكلم على لعب علي ماهر بالذات مع النادي الاهلي، بيحاول يضغط على النادي الاهلي من قدام عشان يستحوذ على الكوره، او مثلا يعتمد على بالظبط، يعتمد مثلا على المصري على كده برضه. وارد ان ده برضه ماتش كاس وهو لسه رايح برضه، يعني لا يلام لو حصل اي حاجه لانه لسه ماسك الفرقه وفي غيابات عنده. مش عارف هو علي يعني علي هيدي بعد كده اجازه للفرقه ولا هيعمل ايه؟ المفروض الطبيعي، لانهم برضه ما خدوش اجازه لان هم كملوا الوقت، يعني ما كانش عندهم افريقيا ولا بتاع ما عندهمش، بس برضه نهايه موسم. اوكي. نهايه موسم، فبرضه لازم هيدي راحه عشان يبدا كمان هو يفكر، هو عنده برضه حاجه صعبه بالنسبه له، هو هيفكر مين اللي يمشي وايه التدعيمات اللي عايزها في بعض المراكز، فدي بتاخد من المدرب وقت ومجهود، ولازم طبعا يريح الفرقه بعد ما تخلص. فهو اعتقد انه هيلعب زي تريتشر، بيملى نص الملعب وبيضغط على النادي الاهلي في المكان اللي فيه الكوره، وبيعتمد دايما على الغلطات، يعني غلطات المنافس ممكن تتقطع كوره تروح، يقدر مثلا يجيب بيها هدف يربك الفرقه اللي قدامه ويبتدي يقفل بقى، يقفل طبعا دفاع كويس، بيلعب من الاطراف كويس، ما اعرفش بقى طبعا عنده الناحيه الثانيه او اللعيبه، لان مثلا فيوتشر كان عندهم الاطراف، عنده اطراف كويسه الحقيقه، وفي نص الملعب عنده لعيبه كويسه. فزي بقول لك انا بتكلم على طريقته اللي هو متعود يلعب بيها، هل هيبدا بيها ولا هو شاف مباريات المصري وخصوصا الاخيره مع النادي الاهلي يقدر ممكن يتلافى، لان ممكن المدرب عشان لسه ما خدش وقته مع الفرقه او يقدر يديهم كل اللي عايزه، على الاقل هيحاول يتلافى العيوب اللي شافها في المباراه الاخرانيه اللي كانت ضد النادي الاهلي. في جميع الاحوال هو طبعا مدرب كويس وعنده دايما فكر وبيلعب على طريقه لعب المنافس، فاعتقد انه برضه عنده يعني دايما البدايات بتبقى كويسه بالنسبه لاي مدرب حتى وان كان ماسك لسه الفرقه. احنا شفنا ايمن الرمادي نزل درجه ثانيه ممتاز به وراح مباراه واحده عمل ايه؟ خد بطوله. فطبعا البدايه راح الزفره ورجع النهارده بالمناسبه. لا دي ما اعرفهاش، دي بقى جديده. لا فسخ عقده مع الزفره ورجع النهارده سيراميكا تاني. طب ليه بقى؟ هو ما لقاش اللي كان عايزه الظاهر او يعني لا قد تكون اللي انا فهمته ان هي اسباب شخصيه. بس يعني هو خليته لازم يرجع مصر يعني. ممكن دي حاجة خاصة جدد يعني. بقى جدد لان هو الحقيقه انا شفت له يعني حديث قبل ما يسافر وبيكلموه على ان هو يعني راح سيراميكا وعمل الكلام ده وبعد كده مشي، فقال لهم انا يعني اللي موجود في الدوري المصري والنظام وبعض الحاجات اللي بتحصل
ما تحققش المدرب اللي عنده طموح وعنده هدف معين ان ينفذه. فممكن الكلام ده عشان هو بقى له 25 سنه في الامارات، انا ممكن ان انا الاقيه هناك، فعشان كده كان اختياره ان هو يروح. بالظبط كده. الرجوع ده بقى ما اعرفش بقى يعني هو هل هيرجع سيراميكا تاني، هل هيرجع سيراميكا تاني ولا هم اعلنوا ان هو ولا مجرد رجوع بس؟ لسه ما اعلنوش رسمي، بس لسه يعني. في جميع الاحوال مدرب يعني كويس الحقيقه، واكيد هيلاقي فرصه كويسه مع نادي كويس يعني في القاهره يعني. كابتن، عايز اخد رايك ايضا في امام عاشور ورضا سليم، صفقتي النادي الاهلي على اعلى مستوى. امام طبعا احنا شفناه واتفرجنا عليه اكتر من مره، طبعا اكتر من مباراه شفناه من خلال منتخب مصر. لعيب قوي ولعيب سريع ولعيب شويط هداف وعنده كوره، الحقيقه اضافه كبيره للنادي الاهلي. قلت الكلام ده قبل كده، لو ان شاء الله كان على قد طموحات النادي الاهلي، لان اللعب في النادي الاهلي يا كابتن اسلام مختلف، غير مختلف. شيرت النادي الاهلي وشعبيه النادي الاهلي والضغط الجماهيري الكبير، وخصوصا الناس مستنيه منه يعني، عايزين يشوفوا بقى امام عاشور اكتر من كده 100 مره اذا كان كويس. لا، عايزين 24 قراط في النادي الاهلي، عايزين مطلوب منه حاجات كتير قوي، دي هتستوجب من امام تركيز وقوه وضغط. وانا يعني سمعت كلام انه بيقول ان هو يعني مستني بقى اليوم اللي هيبتدي يلبس تيشيرت النادي الاهلي ويبقى في الملعب عشان يقدر يؤدي ويكون يرد الاستقبال الكبير بتاع جمهور النادي الاهلي والنادي الاهلي ووجوده يعني مع النادي الاهلي. الاستقبال ده او كيفيه رد الاستقبال ده من خلال الملعب، بس هو ده هات بطولات. انت مستني الكلام ده، وريه بقى في الملعب هات بطولات. وبعدين فرصه انك في النادي الاهلي، يمكن انت لعبت في فرقه تانية اكتر من سنه، السنه دي ان شاء الله تبقى موجود مع النادي الاهلي في خلال فتره قليله، تحقق اللي ما حققتوش قبل كده، تاخد بطولات وتاخد افريقيا وتلعب كاس عالم للانديه، انت جاي عليها على طول يعني. يعني انت جاي عليها على طول ان شاء الله يعني. رضا سليم لعيب كويس من خلال الفيديوهات اللي انا شفتها له، لعيب كويس، لعيب مهاري. انت محتاج اللعيب اللي هو يقدر يعمل حلول في الجزء الاخير، الثلث الاخير، اللي هي احنا بنفتقد في بعض الاحيان اللي هو يجيب هدف من نص فرصه. وبيلعب صانع العاب كمان في بعض الاحيان، ممكن يلعب تحت مثلا راس الحربه او يلعب في اي طرف من الاطراف. لعيب كويس قوي، مهاري وسريع وعنده حلول. ربنا يوفقه وبرضه يقدر يقدم مع النادي الاهلي ويدي النادي الاهلي. احنا محتاجين الصراحه كل الجهود يعني. بما اننا بنتكلم عن رضا سليم، خلينا نطلع نشوف ثالث المغاربه ينضم للنادي الاهلي. كابتن حشيش، رحيل اسماء من النادي الاهلي، شادي حسين، علي لطفي، ايمن اشرف، بعض اللاعبين برضو محمد محمود، بعض اللاعبين خلال هذه الفتره، ايه رايك في هذا الامر؟ يعني سنه الحياه زي ما بيقولوا، ان بتبقى في فترات معينه في لعيب بيخدم النادي الاهلي، مثلا زي ايمن اشرف بيخدمه فترات كبيره ومنتخب مصر وكده، بيحصل بعض الظروف، بعض الاهتزاز في المستوى، ممكن يكون مش اهتزاز في المستوى بس بيكون في قناعات مدير فني او احتياجه للعيب باسلوب معين او بطريقه معينه. دي لا تقلل ابدا من اللي على فكره الناس اللي مشت، الناس اللي مشت دي كلها لعيبه على مستوى عالي. علي لطفي ياخد فرصه يبتدي يلعب، هو قعد فتره كبيره في النادي الاهلي ما بيلعبش، كان بيلعب في اوقات صعبه والحقيقه جاد حتى لما كان بيلعب في الاوقات الصعبه دي، يروح يكمل في نادي تاني ياخد فرصه كبيرة. ممكن يتخذ كمان منتخب مصر من النادي الجديد اللي هيروحه. كذلك أيمن أشرف برضو ياخد فرصة للعب لأنه لسه عنده اللي يديه. شادي حسين نفس القصة، شادي كان يعني من اللعيبة الكويسة بس ظروفه في النادي الأهلي أو الطريقة أو الأسلوب ما ساعدوش إن هو يقدر يكمل، لأن زي ما احنا قلنا اللعب في النادي الأهلي لعب يعني صعب جدا جدا. إنك تثبت وجودك في النادي الأهلي وتبقى راجل أساسي او تبقى بتلعب بصفه اساسيه فده صعب، وفي توفيق وعدم توفيق. فزي ما بقول للعيبه كلها اللي مشيت دي لعيبه كويسه جدا، ان شاء الله هتتالق مع الانديه اللي راحت لها، وممكن يبقى فيها استفاده لطبعا مروحهم للانديه دي. الاهم من كده اسلام كمان اللي اسعدني هو طريقه مشيهم من النادي الاهلي.
يعني بطريقه محترمه وجميله والناس يعني دايماً كلهم بيدعوا لي او يعني دي طريقه النادي الاهلي، عايز تمشي اتفضل. والدليل على كده كلهم بيتسارعوا ان هم يكتبوا ويقولوا صحيح. احنا ماشيين من النادي الاهلي ونتمنى له كذا وكذا وكذا وكذا، ما بنشوفش بقى زي اللعيبه اللي بتمشي من الانديه وتقعد تشتم وتقعد تعمل، لا لعيبه محترمه على خلق، لعيبه كويسه قوي. كمان اسلوب النادي الاهلي اللي اجبرهم على كده صحيح، يعني طريقه النادي الاهلي في انه يوفر لهم اماكن تانية او يطلعوا من الباب الواسع زي ما بيقولوا للانديه التانية، دي هتديهم تقل في الانديه اللي رايحين لها لانهم جايين من النادي الاهلي، حتى وان كان بعضهم ما كانش بيلعب، انما بص اختيارات الفرق التانية بياخدوا حتى اللعيبه اللي ما كانتش بتلعب بصفه أساسية في النادي الأهلي، ومع ذلك بالنسبة لهم بيروحوا بعود كويسة وواخدين فرصهم، وإن شاء الله يبقوا أساسيين ويعني يحققوا اللي ما قدروش يحققوا في النادي. هل من الممكن أن نرى تغيير في طريقة لعب مستر كولر بداية من الموسم اللي جاي؟ على حسب حتى اختياراته للاعبين، ولا حضرتك شايف لا؟ ممكن قوي، وارد ممكن يبقى عنده كمان، يعني مش لازم يغير الطريقة نفسها بس يغير من توظيف بعض المراكز. اوكي، ما هو يعني يضيف لها حاجات كتير، يعني يضيف للمركز مثلا حاجه زي ما شفنا في مركز الديفندر، بدل ما كنا احنا بنلعب 4-2-3-1 واثنين ديفندرات اساسيين في عهد قبل كده ما بيتحركوش بعد نص الملعب، جه هو غير الكلام ده خالص، لعب صحيح. بثلاثه ومنهم الناس بتتحرك وبتكمل، وكان حمدي فتحي شفناه في اخر مباراه بقى هداف وبيطلع قدام، شفنا ديانج كان جات له فتره من الفترات هو متمسمر في نص الملعب قدام الاستوبارين، لا دلوقتي بيطلع في المساحات وبيكمل مع الناس سواء على الاطراف او من العمق، فممكن هو يكون عنده كمان يا اسلام حاجات اضافيه، يعني مستني نوعيه لعيبه في بعض المراكز انها تحققها له كانش مثلا قادر يعملها، فده هنعرفه لما السكواد يكمل والمراكز اللي هو عايزها تكمل، ممكن يبقى في تغيير بس الاساسيات موجوده عنده. يعني اخيرا الدوري الموسم اللي جاي شايفه ازاي في ظل الجونه وتواجد الجونه وزد وبلديه المحله؟ شايف طبعا انه هيبقى دوري صعب ودوري قوي، وانا مش عارف اللي هيعمل الجدول بقى الحاج عامر حسين هيعمل ايه في القصه دي. يعني احنا حسبناها من كام يوم لانها 150 يوم فقط، ال 360 يوم هم اللي فاضيين. طيب هتعمل فيهم دوري، طب هتعمل الدوري ازاي بقى؟ وهتعمله بنفس الوضع؟ مش هتغير في الفكره ولا الافكار اللي كانت بتتقال، ولا ثمانيه يلعبوا على المركز الاول عشان افريقيا، ولا الانديه ما بتوافقش على هذا؟ ما بتوافقش طبعا. وبعدين هو برضو خلي بالك ما هي مرتبط بالتسويق طبعا، لان طبعًا عد كم المباريات طبعًا وكم الكلام ده كله. صح. فانا بس اللي اتمناه ان يبقى في جمهور بقى، يعني جمهور بمعنى جمهور، مش مساله بقى الخمسه وفي الحاجات النهائيات 10، لا انا اتمنى اشوف اسلام جمهور النادي الاهلي او الجماهير عموما بصفه عامه، يعني يبقى فيه حضور جماهيري، لان ده برضو نوع من انواع المداخيل طبعًا. يعني غير طبعًا ان هو طبعًا عنصر اساسي في اللعبه، خصوصا لجمهور الاهلي، يعني خصوصا جمهور النادي الاهلي عنصر اساسي داعم طبعا فرقته سواء في الدوري المحلي او افريقيا، وفي نفس الوقت برضو يبقى في ايرادات، لان انت عارف جمهور النادي الاهلي لو الابواب اتفتحت في اي استاد سواء جوه القاهره او خارج القاهره الدنيا هتتملي، فده برضو يبقى من ضمن المداخيل. كذلك برضو الانديه الثانيه، في بعض الانديه الثانيه عندها جماهير، الانديه الشعبيه الثانيه ممكن تبقى موجوده، وشايفين وافد جديد بلديه المحله يعوض غزل المحله، موجود طبعا بيقولوا شعبيه طبعا في المحله، النادي زد طبعا النادي الوافد الجديد بقى بالامكانيات بالتدعيمات اللي هيعملها هيكرر بقى تجارب بتاع فرق تانية برضو كانت فرق شركات وكده، ابتدت وكملت وبقت يعني في اماكن كويسه، نتمنى لهم التوفيق. الجونه طبعا مش غريب عن الدوري الممتاز معايا النهارده، فيعني طريق كلام واضح من الواضح ان هم يعني هيشتغلوا على انهم يبقوا في الدوري الممتاز، ويبقى مريح ما يوصلش بقى زي السنين اللي فاتت قبل ما ينزل ان هو يوصل لاخر حاجه، لا هو بيعمل تدعيمات، وكابتن علاء من المدربين الكويسين قوي بدليل ان هم فكروا فيه وهو حب يخوض التجربه. اللي عمله السنه اللي فاتت ده انجاز طبعا، اعجاز قصدي مش انجاز. يعني انا فاكر كنت معاك قبل المباراه وقلنا اقل فرصه، خلي بالك انا كان نفسي، وانا حتى قلت له انا كان نفسي المحله، انت قلت له انا سمعت يعني ما
ما عنديش مشكله طبعا الانديه الجماهيريه، بس انا لكن كان هو عمل اعجاز. كان عندي احساس ان الفرقه بتاعته حضرتك قلت لي الداخليه صح، في اخر مباراه قبل مباراه اسوان عاملين ماتش كويس قوي، عندهم عندهم رؤيه، وبعدين لعبوا بره برضو الارض ولعبوا في السويس، انما عملوا مباراه كويسه جدا جدا، وفضلوا الاخر دقيقه متشبثين وبيلعبوا لاخر لحظه. في الدقيقه ال 100 كانوا بيلعبوا وقت اضافي قد كده وبيلعبوا، واحرز هدف، وكان هو علاء عامل فرقه كويسه. وبعدين دايما علاء من المدربين اللي بتحب الاستعانه بالناشئين والدم الجديد، وقال لي حتى دي فكره في الفتره اللي جايه في الجونه يعني، واعتقد بالظبط هيعمل كده في الجونه. نتمنى له طبعا التوفيق، نتمنى لجميع الفرق طبعا اللي موجوده في الممتاز انها تعمل مباريات كويسه، لان احنا عايزين الدوري بتاعنا يبقى غير شويه. وفي جانب تاني بقى من ناحيه الاداريه او التنظيميه من الرابطه، عايزين نشوف بقى زي ما بقول موضوع الجمهور ده يسعوا فيه من قبل، يجي بقى من قبل صحيح. من قبل يعني، لان احنا بنعمل احداث كتيره جدا جدا وايفنتات كتيره جدا، وبنلاقي جماهير غير عاديه يعني. احنا قادرين، طب ما نقدر بقى ونكمل، يبقى ده خلاص طبيعي، ما نقعدش نتكلم بقى اصل المباراه بدون جمهور، اصل المباراه 5000، اصل 10000. يبقى في طبعا كلام مع الامن، والامن طبعا المصري قادر على انه يسيطر على اي حاجه طبعا، وتتلعب المباريات بجماهير، وتتظبط بقى موضوع يعني التحكيم والفار والحاجات اللي هي كانت عامله خلل شويه السنه اللي فاتت، نتعشى من الحاجات دي تتحسن. شوف الاسلام عشان الدوري المصري المفروض انه ده اقدم دوري في المنطقه صحيح. العربيه كلها وفي افريقيا، لازم يبقى اقوى، لازم يبقى اكتر، لازم يبقى فيه تسويق احسن. فنتمنى يعني ان شاء الله يبقى في قرارات، بس والقرارات الله. كمان اللي عايزه تتعمل السنه اللي بعد الجايه تبتدي تتعمل من السنه دي، يتقال عليها من السنه دي، عشان ما نتفاجئش ويفاجئوا الانديه بحاجات وبعد تحصل المشاكل. لا، يبقى كل واحد داخل الدوري السنه دي عارف مرتب نفسه، سواء ممتاز او ممتاز به او ثالثه او رابعه، ما يبقاش ايه في الاواخر كده نقول لا اثنين هينزلوا، لا خليهم ثلاثه، لا نطلع بتاع بحري، الحاجات دي مش عايزينها يعني.